اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في تفاصيل 30 دقيقه خير. 30 دقيقه خير من الفقرات اللي احنا بنحرص عليها جدا علشان خاطر نقرب من الناس، علشان نجمع الخير اللي جوانا ونقربه للناس، عشان نحط ايدينا في ايدين بعض واكتافنا في اكتاف بعض ونطلع لقدام خطوه واتنين، عشان في الاخر نهايتنا متر في متر. قبر هنواجه فيه رب كريم هيسالنا عملنا ايه وخلينا ايه. فبقى هنا في تفاصيل عملت اللي عليا ورضيت ضميري ونيتي نعمل خير. نورني استاذ اسلام رئيس جمعيه نبض حياه. اهلا وسهلا. مش عارفه ابدا معاك منين، لكن عملت ايه من الاسبوع اللي فات؟ احنا من الاسبوع اللي فات للنهارده، انا اولا بشكر البرنامج وبشكر حضرتك وبشكر كل جمهور تفاصيل اللي بيخلونا نقعد اسبوع سبعة ايام كاملين نشتغل. احنا بفضل الله من الاحد للاحد بننزل نوصل تبرعات الناس لاهلها اللي هم منتظرينها. هقول لك واحملك امينه. اتفضل. تشكر جمهور تفاصيل، وقبل جمهور تفاصيل جمهور قناه المحور. طبعا جمهور قناه المحور يا جماعه جمهور اصلا مميز، اللي بيكلمنا مش بيقول انا هعمل وصله او وصلتين، ده بيقول انا هعمل عدد من الوصلات وهقول للناس تعمل وصلات. انا احد الافاضل اللي تبرعوا معايا قال لي كلمه جميله جدا، قال لي انا كان عندي خير كتير ومش عارف اعمله فين. لا اله الا الله. واحد تاني قال لي انت عارف يا استاذ اسلام ان انا بجيب الكراتين في رمضان وبوزعها على ناس انا عارف ان هيبيعوها، ما نعمل ايه؟ انا مش لاقي ناس تدلني على الخير، والحمد لله انتوا بقيتوا موجودين. الحمد لله. دي كلمه قالت لي من اكتر من حد. انا بشكركم يا جماعه جميعا ان انتوا خليتونا خلال اسبوعين تقريبا قريه كنا بنقول فيها 400 اسره محتاجه ميه اللي ما وصلنالهوش، وعدنا ان خلاص التبرع بتاعك موجود وخلال ايام هيكون راكب عندك وصله ميه. تعال نخلي الصوره اللي تتكلم معاكم. انجاز معناه انجاز بس مميز جدا. فاكرين احنا كل حلقه بنعرض مجموعه من الناس بتعاني وعندها مشكله وعاوز تشرب ميه، بعض الشخصيات بتاثر جدا مع الجمهور. كان في شخصيه الصياد، الصياد كان بائس جدا وماشي بالشبكه وبيقول 7 جنيه يعملوا ايه؟ ده احنا بننزل البحر بنجيب سمك، ده احنا ما بنعرفش نبيع. الصياد ده هنشوف تقرير تاني ووضعه اختلف تماما. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا ونرجع لكم مره تانيه، ابقوا معنا. في جمال كده، في روعة أجمل من كده. عرفتوا إن بلدنا دي بخير؟ عرفتوا إن إحنا جوانا الخير؟ عرفتوا إن إحنا هنسلم بلدنا دي لولادنا ونفضل نعمل خير ونسلمه لبعض، نعمل خير ونسلمه لبعض؟ قبل ما هروح لأستاذ إسلام أمين مدير مؤسسة نبض الحياة، هستقبل تليفون واحد من جمهور برنامج تفاصيل اللي قال أنا هروح وأشوف بعيني، وراح وكان شاهد قدام ربنا وقدامنا دلوقتي على اللي شايفه. التليفون جاهز يا اساتذه؟ لسه مش جاهز، جهزهولي فورا. شكرا. انا عاوز انا لفت انتباهي كلمه يعني لازم اعلق عليها. اتفضل. مش قادر اسكت من غير ما اقول، هو لما كان بيتكلم بيقول انتوا احيتونا، احنا كنا ميتين. لا اله الا الله. طبعا ربنا قال لنا في القران ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. هي دي بقى الصدقه الجاريه، لما توصل ميه واسره تشرب منها وتحيا، اولادهم هيشربوا، جيرانهم هيشربوا، الامراض اللي كانت هتجيلهم مش هتيجي، المصاريف اللي كانوا هيصرفوها على الميه مش هيصرفوها. فكانما احيا الناس جميعا. يا جماعه وصله الميه دي اهم شيء في البيت. هو الراجل قال لنا ايه؟ الراجل في التقرير، الراجل الصياد البسيط ده اتكلم بمنتهى الفصاحه، قال لك احنا نعرف نسكت على الاكل. الاكل ده سهل، اقعد يومين وثلاثه واثنين وثلاثه ما تاكلش عادي، لكن يوم ما فيهوش ميه ازمه كبيره. لا ده قالها ازاي؟ ده قال بلعه الميه، ما اقدرش اتاخر عنها. شوفوا الكلمه بلعه الميه. بلعه الميه دي لما حد هياخد علاج هياخده ازاي من غير ميه؟ لما حد بيعمل اكل هيعمله ازاي من غير ميه؟ اما حد هيغسل ايده هيغسل ايده من غير ميه؟ حد هيغسل وشه يغسل وشه ازاي من غير ميه؟ الميه اهم شيء عند الناس دي وعند غيرها. استنى انت بقى استاذ اسلام. مساء الخير معالي المستشار، حضرتك رفضت تذكر اسمك. مساء الخير. مساء الخير. فين التليفون يا استاذ احمد؟ طيب هيدخل مره ثانيه هنحاول. عايز اسالك سؤال. الناس اللي بتيجي بقى تقول لك، تشوف ارقامنا على الشاشه كده وتقول لك احنا عايزين نبقى معاكم في الخير ده. كتير. 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 كتير بيقولوا لنا عاوزين نبقى معاكم الخير، وبعضهم بيقول انا عاوز اساعدكم، اساعدكم ازاي؟ فنقول له والله تبرع معانا، اتصل بالارقام دلوقتي المندوب هيجي لك لحد البيت، او ابعت لنا على حسابنا اللي احنا برضه هنبعته لك. طب حد بيقول بقى انا عاوز اجيب اهلي واجي معاكم، انا عاوز اجيب جيراني، عاوز اجيب زمايلي في الشركه، الناس دي احنا بنحبها جدا يا جماعه، الناس دي لما بتيجي معانا طمعنا في الخير بيخليهم يعملوا خير اكتر.
ناس سافرت معايا على اساس تعمل وصلات ميه، عارفين عملوا ايه؟ عملوا ميه واسقف. قالوا لا ميه بس مش كفايه، هي البيوت دي محتاجه ميه بس، ده البيوت دي محتاجه ميه وسقف. انا في لقطه كده في التقرير توقعت حضرتك تسالني عنها، بس انا عاوز اوضحها للساده المشاهدين. شايفين الناس بتشتغل بايديها، الطفل اللي بيشتغل. ايه حكايه الناس اللي بتحفر بايديها دي؟ هو احنا ما بنجيبش عمال؟ لا، ال 3000 اللي حضرتك بتدفعهم دول ثمن الاشتراك والمواسير والعمال، بس اهل المنطقه لما بيلاقوا المواسير محطوطه والعامل بيحفر قدامهم ساعه وما تخش البيت، هو عاوزها تبقى نص ساعه بس. انا متبرع وقررت اشترك مع استاذ اسلام ومؤسسه نبض الحياه. تمام. بدفع 3000 جنيه في وصله ميه. صحيح. شامله ايه تاني؟ 3000 جنيه شاملين اشتراك في شركه الميه علشان تزويد المواسير بالخدمه، الميه النقيه هتيجي من شركه معتمده، الحاجه الثانيه المواسير من الخط العمومي لحد البيت، الحاجه الثالثه اجره العمال اللي هيوصلوا. طب حد هيقول لي انا شايف الناس بتحفر؟ الناس بتحفر لان هم حاسين ان في ساعه هيتاخر الميه فيها لما العامل يحفر، فبيحفر بايده واسنانه علشان الميه توصل اسرع، هو شايف المشروع قدامه. لا انا هساعد. بشارك معاك فرحته. بالظبط كده، هو فرحان عاوز يحس انا ما دفعتش فلوس، انا راجل بسيط على قدي، ما دفعتش حق الميه بس حفرتها بايدي، ما نقدرش نحرمه من ده، نقول له تعالى احفر وساعد ووصل. صح، لان الحاجه دي انتوا بتتكلموا في حاجه حقيقيه جدا. صحيح. مفيش اغلى من الميه عند البني ادم. مفيش اغلى من الميه، هم الناس عبروا عنها بطريقتهم وقالوا بلعه الميه. كلمني طيب، كل مرة كده بتقول لي كام حدودة؟ لأن أنا برنامجي اسمه تفاصيل. صحيح. تفاصيل يعني بدخل بأدق التفاصيل. احكي لي كده مثلا حاجة لفتت نظرك جدا من متبرعين كلموكم. أنا عاوز أتكلم عن متبرعة أنا نشرتها على صفحة الحقيقة. أيوه هي دي بقى اللي بسألك عليها. رجعت شلتها بناء على رغبتها، لأنها قالت لي أنا مش عايزة شخص معين يعرف. طب استنى، عفوا أستاذ إسلام، معالي المستشار مساء الخير. أخير يا فندم. يا فندم بشكرك. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك واسمعني من التليفون. وطي التلفزيون. ارجوك وطي التلفزيون. انا بشكر حضرتك يا فندم وبشكر قناه المحور. ايوه يا فندم. ايوه سامع حضرتك كده كويس، قول لي بقى كده. بشكر حضرتك وبشكر. ايوه يا فندم. ايوه اتفضل كمل حضرتك، معاك سامعينك. انا يا فندم بشكر حضرتك وبشكر قناه المحور، انتم قناه صادقه جدا وناس محترمين جدا. الحمد لله. واعدتوا لنا الثقه في التعامل مع مثل هذا الصنف من الخير الجميل. معالي المستشار حضرتك رحت اوصف لي المشهد بقى على ما اروح بعديك. بص يا فندم. معاك. انا حضرتك عبثا كده بقلب في القنوات فلقيت حضرتك، بصراحه قلبي قبل عليا ارتبطت بيك ارتباط كامل وحسيت بالصدق كامل لم اعده من قبل. شرفني في اي تلفزيون او اي قناه، وهذا هذا امام الله. وانا قلت للاستاذ اسلام لما قابلته، بس انا اشترطت شرط، قلت له يا استاذ اسلام بعد اذنك ممكن تسمح لي اجي انا وزوجتي ونعمل هذا الامر بايدي؟ قال لي اتفضل وتشرف. جاني بعربيته لحد باب بيتي، ما شاء الله، لحد من تحت باب بيتي، ورحنا طميه. انا وجدت حضرتك حالات يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتك وحسنات كل استاذ اسلام وحسنات كل متبرع. اللهم امين. انا وجدت حالات يجمع لها القلب قبل العين، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله. قابلوك ازاي؟ انا رجل صادق جدا جدا جدا. قابلوك ازاي؟ اتفضلي يا فندم. قابلوك ازاي؟ قالوا لك ايه لما نزلت وشفتهم؟ قابلوني يا فندم حاجات تبكي الدق، بقول لحضرتك قلبك يبكي، حضرتك هتشتري هتحس ان احنا نقعد 200 سنه مليون سنه اشكر ربنا مش هندي له حقه. على احنا النعم اللي احنا فيها يا فندم، حمام واثنين وثلاثه ناس قاعده من غير حمام وغير ميه، واخد بال حضرتك ده بيزيد ضرورته ازاي؟ ولا بيسقي طفل طبيعي ازاي؟ حاجات اقل ما ولا من يعني ثقتي في حضرتك. انا متبرع ب 50 بيت كمان. ربنا يزيدك يا رب ويزيدك من مال وصحه وعافيه. انا اللي بشكرك. ربنا يزيدك يا فندم. بشكرك. انا فخوره ان معانا مستشار من جمهوري. فخورا ان حضرتك مشاهد لقناه المحور. ده اللي انا قلت لكم عليه، احنا كلنا هنقابل وكي كريم. نيتي خير، عايزه اقابله ان انا اديت 30 دقيقه خير، ويوم ما اعرض قدام ربنا اقول له انا حاولت، اجتهدت وحاولت. شكرا، شكرا على المكالمه الجميله، شكرا على مصداقيتكم، وشكرا على اللي انتم بتعملوه واحنا معاكم. انا كنت حريص جدا اروح لمعالي المستشار لحد البيت، لانه الحقيقه قال لي كلمه كده اول ما كلمني في التليفون، قال لي على فكره انا ما بثقش في الحاجات دي. قلت له انا هاجي لحضرتك بنفسي. قال لي انا منتظرك بكره.
انا رحت وانا رايح بقى ايه، لا انا جاي اجي نفسي عشان اثبت الثقه. نزلنا القريه، طول الطريق سياده المصير بيقول لي هو فعلا الوضع كده؟ لا لا انا حاسس ان الافلام يعني بتزود الموضوع او التقارير بتزود الموضوع. نزل قال لي لا 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 ده الكاميرا ما بتوصفش، الكاميرا ما بتعرفش تبين حاجه، الناس وهي بتتشعلق فيه وهو ماشي هتوصل له الميه امتى؟ النهارده. الناس مش مصدقه. استاذ اسلام، حاشا لله بيننا وما بين الضلال. صحيح. مش انا الحمد لله احنا بنقدم رساله ان شاء الله، وبنقدم فكره. صحيح. احنا مؤمنين جدا باللي بنقدمه هنا في تفاصيل، احنا مصدقينكم. كملوا واحنا معاكم ان شاء الله، وكل الشعب العربي مش المصري بس، احنا معاكم. معاكم تقريرنا يا رضوى، يلا نبتدي. انا لسه ناس محتاجه كتير. يلا بينا نطلع نشوف تقريرنا ونرجع ليكم مره تانية، ابقوا معنا. عايزين نكون سبب في ادخال السرور على اهل هذه القريه. عاوزين نشرب، عاوزين نشطف، عاوزين نقضي مصلحتنا زي الناس. احنا تعبانين من المي. واجي رايح اصلي الجمعه ما الاقيش حاجه اتوضى بيها. ممكن ارجع عشان ما اصليش الجمعه، عشان ما الاقيش، يا اما امشي مشوار 3 كيلو او 4 كيلو عشان اتوضى من هناك في اي مكان تاني وارجع للصلاه. لحقت الصلاه يا ما لحقتهاش. وعيالي حتى مش لاقيين يستحموا. في البيت مش لاقيين يستحموا. هجيب لهم ميه منين؟ وعندنا الجامع مش عارفين نصلي فيه. الله يخليه ويجيب لنا الميه هنا، يبارك له ويجعله في ميزان حسناته اللي يجيب لنا الميه. هكمل لحضراتكم نقل الصوره من هنا، ده شارع واحد في البلد، تخيلوا معايا شارع واحد فيه يمكن حوالي 200 بيت ما فيهمش ميه. يلا نكمل؟ ايه المشكله عندكم؟ الميه. مشكلتنا الميه. بس كده؟ الميه ما بتجيش كل 20 يوم وتيجي يا ما تجيش. وبنملى من هناك من فوق من كده بنلف كده، ما فيش سكه من هنا كمان. بنلف كده نجيبهم ميه، نغسل في يوم، نطبخ في يوم، نعجن في يوم. وبص هنا كده هدوم مخمره اهي، لا والله لها 5 ايام مش عارفه اغسلها. لها 5 ايام مخمره مش عارفه اغسلها، والحال وحش هنا خالص، وحش وحش. المطلب مطلب غالي عند الله تبارك وتعالى، لان اهل هذه القريه الطيبه من قرى صعيد مصر مش عايزين الرفاهيه، مش عايزين الوسائل المعينه عن الحياه، لا عايزين اساس الحياه، عايزين مصدر يدخل لهم الماء، ماء الشرب. بطمن جمهور برنامج تفاصيل على قرية أسطول اللي احنا 350 بيت خلاص أوشكنا على الانتهاء. النهارده بقى والتقرير انتوا شفتوه معايا من دقايق ده في قرية الفانوس محافظة الفيوم 50 بيت. يلا بينا إن شاء الله إن ربنا إداني العمر هنروح أسطول نصور، ونروح بعد ما يخلصوا الخمسين بيت نصور. جاهزين؟ ان شاء الله احنا جاهزين بكره نصور، لو اهل الخير تفاعلوا معانا نفس تفاعل الحلقات اللي فاتت ان شاء الله نروح بكره نصور. انا كنت بحكي لكم حكايه قبل التقرير عاوز ارجع اكملها معاكم تاني، هما تقريبا حكايتين. أوش. واحده فيهم انا كتبتها على صفحتي والثانيه لا اللي ما كتبتهاش. واحده بتعمل حددت ميعاد عمليه زراعه الكلى وهي بتتفرج علينا دلوقتي، حددت ميعاد العمليه وكلمتني قالت لي يا استاذ اسلام انا داخله ازرع كلى. لا اله الا الله. وانا عارفه العمليه انا مجمع لها مبلغ كبير وقلت انا المبلغ الثاني ده هعمل بيه صدقه جاريه، يا عالم انا هعمل عمليه على خير ولا لا؟ انا بقول لها يا رب ان شاء الله تقومي بالف سلامه وتعملي عمليه على خير وتيجي تحضري معانا وصلات المايه للناس. حبيبتي بدعو كل جمهورنا يدعي لها تقوم بالسلامه، وان شاء الله ان شاء الله انا هاخد رقمك من استاذ اسلام وهتقومي بالسلامه، وهكون من الناس اللي بتهنيك على انك قمتي بالسلامه وبقول لك الحمد لله على السلامه، ان شاء الله ان ربنا اداني انا العمر يا حبيبتي تدخلي وتطلعي لنا بالف سلامه. الناس عندها احساس بالخير، انا هتكلم عن حاله ثانيه ست ربنا يبارك فيها، انا نفسي اذكر اسمها بس هي منعتني علشان ابنها ما يعرفش ان هي مريضه. هي منعتني قالت لي عشان ابني ما يعرفش، اصيبت بمرض السرطان. لا لا. مرض شديد بيصيب كل يوم الاف من الناس، ربنا يعافينا جميعا. وقالت انا هتبرع في هتعالج في المستشفيات العاديه، هي معاها انها تسافر وتعالج وتعمل كل، قالت لا انا راضيه بقضاء ربنا هتعالج هنا في المستشفيات العاديه، والمبالغ الاضافيه دي هعمل بيها خير. وحكيت لما قابلتها عن اعمال خير كتيره جدا بتعملها، ولما جت تتبرع معانا وكلمتها وقلت لها انا واقف دلوقتي عند التبرع بتاعك، كانت بتحفر بير، قالت لي والله يا استاذ اسلام انا حاسه ان المرض بيتسحب من جسمي وبيخرج عشان كلمت لي وقلت لي التبرع خلص والناس بتشرب. انا كلمتها وقلت لها يا حاجه المطره بتمطر والبير بيتملي، قالت لي مع كل نقطه انا من جوايا حاسه ان انا بخف. الفرحه دي يا جماعه هي اشترتها بالعلاج، كان بايديها تتعالج وقالت انا اشتريت الفرحه دي بعلاجي، انا عايز افرح حتى لو مش هتعالج.
والله الصدقة دي ربنا اداها لنا ننجى بيها، ننجى بيها من الفقر، ننجى بيها من المرض، ننجى بيها من الكرب، نستنجد بيها، نستنجد بيها علشان نعدي ونوصل لبر الأمان دنيا وآخرة. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا التاني ونرجع لحضراتكم مرة تانية، ابقوا معنا. بيوت كتير قوي جوه القرى النائية عايشة فيها أسر محرومة من المية. ناقصنا لهم مية. والله بنجيبها من بعيد، يعني حوالي باتنين كيلو أو تلاتة كيلو. يعني ست كبيرة مثلا تمشي مشوار بعيد عشان تملى صعب عليها. ومين هيملى لها؟ يعني مثلا واحدة قاعدة لوحديها، مين هيملى لها؟ مفيش حد هيملى لها. ست بتشيل على دماغها من آخر الدنيا بتجيب هنا. وفي ست كبيرة. ازاي ان احنا مثلا بنقوم بدري عشان نجيب نقطة المية، وبنضيع ليلة اليوم، بنيجي بنبقى تعبانين مش قادرين نعمل مصلحة كده. بس كل يوم الصبح تخرج الستات من البيوت علشان المية، مشوار طويل بيمشوه علشان منه جركن او اتنين يكفيهم باقي اليوم. اشيل والله ببدر، بقوم من قبل السمسة بدر اجيب 3 نقل 4 نقل، عشان يعني ما احنا الأسرة كتيرة، وغسيل ودعيق وطبيخ وهري طول النهار. مقدرش اعجن لما اوفر الامية الاول. وتتكرر المعاناة دي كل يوم. بضيع علية اليوم في الامية، وبحش اقضي مصالحي كلها، بقضي بالليل عشان خطرة وما بدر من المية. وفي ستات كتير ما بتقدرش تشيل ولا المية. والله انا باي واحده بقول لها خدي ام الليل الجيركن دي احسن، مش قادر امشي يعني بيني وبينك ما بقدرش حتى امشي لحد اخر الطريق بينا، ظهري واجلني مشاهده. مين يشيل عنهم؟ مش قادر اشيل على راسي، اعملها مفيش حد معايا هنا. وممكن تقعد سنين علشان توفر تكلفه وصل في الميه بسبب ظروف الاقتصاديه الصعبه. هنا الظروف وحشه، واحد شغال مثلا بالاجره يوميته مثلا 100 جنيه 70 جنيه 80 جنيه. في واحد مثلا شغال ارزق في الغيط، اشتغلوا فلاحين ويا دوب اللي عنده عيل، اللي عنده ثلاثة، اللي عنده اربعة، لحد خمس عيال عنده، تلاقيه برضه تعبان في عيشته مش قادر يعمل حاجه خالص. يا دوب اكل عيش وبالعافيه والله العظيم. يا دوب اكل عيش وبالعافيه والله العظيم. لما يكون في وصلة مية في البيوت الناس بتستشعر الطمأنينة والراحة والاستقرار. مش بيشربوا مية وبس، بالعكس بتساعدهم ان هم يعبدوا ربنا، بتساعدهم على الطهارة والنظافة، بتساعدهم ان الاولاد يروحوا مدارسهم كويسين ويرجعوا من مدارسهم يلاقوا مية في بيوتهم، بتساعدهم ان العامل اللي خارج من بيته يعمل وفي حاجة شاقة طول اليوم مع حر شمس او برد شتاء يرجع بيته يلاقي اكله وشربه لان في عنده وصله ميه. تساعدهم ان يكون في استقرار في المكان، ان ما يكونش في تعب، ان ما يجيبش اجره ويدفع ويغرم فلوس عشان يجيب ميه من مكان بعيد. شفت انت حليت كام مشكله؟ شفت انت دخلت كام سرور على الناس؟ انت مش حليت مشكله الميه وبس، ده انت حليت مشكله حياه باكملها. هتفضل 30 دقيقة خير من الفقرات الأقرب لقلبي، هتفضل 30 دقيقة خير من الفقرات اللي أنا بتابعها بنفسي، ببقى مهتمية جدا مين اللي هيبقوا معانا، طب عندهم إيه نقدر نساعدهم، مين الناس اللي محتاجة لنا. أرض الشريف الفيوم، ده كان آخر تقرير. قلت لي كام بيت؟ آخر تقرير في الحلقة، مش آخر تقرير معانا. لا آخر تقرير دلوقتي عرضنا. آخر تقرير في الحلقة، إن نبض الحياة أخذنا عهد خلاص من أول ما بدأنا في برنامج تفاصيل وسقط الناس معانا، قلنا خلاص عهد على نفسنا إن شاء الله خلال أقرب وقت مفيش بيت في مصر يبقى مفيهوش مية. إن شاء الله. ده إن شاء الله عهد أخذناه على نفسنا بدعم وتشجيع أهل الخير لينا. عاوز أقول لحضرتك إن أنا مسافر في قطر الساعة 6 الصبح، رايح فين؟ رايح المنيا، معايا ناس أفاضل رايحين يدفعوا تبرع بالإضافة لتبرعات حضراتكم اللي جمعناها منكم خلال أسبوع. رايحين منيا بكرة الصبح الساعة 6 هنوصلها وإن شاء الله في القريه بالكامل علشان نقدر ننقل ونروح الفيوم ونروح ارض الشريف ونروح مركز طميه ونروح كل الاماكن اللي محتاجه ميه. ما شاء الله. ارض الشريف الفيوم كم بيت؟ 60 بيت. قريه الفانوس محافظه الفيوم كم بيت؟ حوالي 50 بيت. ما شاء الله، يعني احنا كده بنتكلم في 110 بيت. 110 بيت يقدر
متبرع فاضل كريم يتبرع بيهم دلوقتي علشان نيجي الحلقه الجايه ونقول ال 110 بيت خلصوا وعندنا 1100 تاني محتاجين. احنا لسه عندنا خير كتير جدا، بس حاول. انا متاكد ان بعض الناس هتكلمني النهارده وتقول لي انا عاوز اتبرع للمنيا، وهقول له للاسف المنيا خلصت في قريه تانية. طب يا ترى هنفضل مستنيين لما كل الكره تخلص؟ اللي عاوز يتبرع يا جماعه دلوقتي يتصل ويحجز مكانه، البيوت كلها محتاجه وصله ميه، والبيوت زي ما حضراتكم شفتوها كلها بيوت بسيطه. احنا حاطين شروط، البيت ما يزيدش عن 100 متر، البيت يكون سقفه بالخشب، الاسره ما يكونش عندها مصدر دخل. هل تتخيل ان في فقر اشد من كده؟ البيت ما يزيدش عن 100 متر، سقف خشب، ما فيش مصدر دخل. نختار ازاي اصعب من كده؟ غالبا بيكونوا ايتام، غالبا بيكونوا معاقين، غالبا بيكونوا كبار في السن، ناس محتاجه فعلا التبرع بتاعك. يا سيدي ولو حتى عاديين، لو زوج وزوجه واولاده محتاجين شغل. انا بقولها وبقولها، الميه لما بتقطع في بيت بتعمل لنا ازمه. أزمة وأزمة كبيرة جدا. عايز أسألك سؤال أستاذ إسلام، بحكم أن أنت مدير مؤسسة نبض الحياة، بتختاروا البلاد دي إزاي؟ بيتواصلوا معاكوا وأنتوا بتروحوا لهم؟ قول لي. إحنا في بروتوكول تعاون أولا بيننا وبين شركة المية، الشركة القابضة لمياه الشرب المسؤولة عن مية مصر بالكامل. الشركة عندها إدارة لخدمة المواطنين، بيروح لها المواطن يقول لها أنا عاوز أشرب، أنا عاوز أوصل مية، فتقول له والله الرسوم بتاعتك كذا. احيانا بيروح لها مواطن مش قادر يوصل، تقوم محولاه علينا في مؤسسه نبض الحياه علشان نتعاون معاهم وندفع بس 30% او 40% من التكلفه والشركه تعفيه من الباقي. طب جزء تاني من البيوت بنعرفه ازاي؟ عن طريق الباحثين اللي بينزلوا من عندنا يدرسوا القرى والمناطق المحتاجه. وجزء ثالث ومهم جدا بيجي لنا عن طريق التليفون، زي ما ارقامنا بتستقبل اهل الخير المتبرعين بيتصلوا بينا برضو الناس اللي عاوزه، اللي عاوزه وصله ميه، والله احيانا بيرن علينا ونكلمهم نقول لهم امرونا هتتبرعوا، فيقولوا لنا لا والله احنا كنا مكسوفين نكمل المكالمه، ده احنا مش هنتبرع، ده احنا عاوزين نشرب، فنقول له حاضر وصله الميه. بيقولوا لكم انزلوا لنا بالظبط كده، حاضر من عينينا، احنا خدامينكم، وصله الميه تجيلك لحد البيت. حاضر ومن عينينا. هنخلص الفيوم في ارض الشريف وقريه الفانوس، وان شاء الله استاذ اسلام هيوعدني لو في ناس عايزانا ننزل قريه ثانيه نروح لهم. طبعا كل الكرة، احنا عندنا قائمه انتظار، يعني مش عاوز اخد الناس من الرقم، فيها يجي 1000 بيت. يعني اطمنوا لو حد عمل ال 110 دلوقتي، عندي 110 غيرهم لكل اهل الخير اللي عاوزين يتبرعوا. عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، نبض الحياه تعتبر جزء من برنامجي، كل حد بيجي يقعد على الكرسي ده بينال ثقتنا الاول، علشان انا في الاخر تجيلي دعوه حلوه، عشان انا في الاخر ابقى واقفه على ارض صلبه، عشان انا في الاخر استقبل تليفون ومكالمه على الشاشه وعلى الملأ قدام مصر كلها والوطن العربي، حد بيقول انتوا صادقين. ده المهم عندي، ده قانوننا هنا في تفاصيل، وده قانون قناه المحور قبل مني. فانا يعني بوعدكم ان احنا نبقى على قدر من المسؤوليه. كمان نبض الحياه فيها شخص انا بكنله كل المسؤوليه وكل الثقه وكل الاحترام وكل التقدير، محمد مجدي. واشكرك يا محمد يا مجدي، لان دايما بيبقى حريص جدا ان البرنامج ده كل اللي يتعرض قدامه يبقى حقيقي، ان الجمعية دي كل تقريرها تبقى 1000000% صادقين فيها. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لحضراتكم مرة تانية، ابقوا معنا. المسجد هو المكان اللي بتسكن فيه الطمأنينة والسكينة، ولما راحت حملة بناء المساجد وتمت المعاينة، كان المسجد في حالة يرثى لها ويكاد يكون قايل للسقوط، وده كان باين من حالة السقف والجدران، وده أدى لافتقاد المصلين هنا للأمن والطمأنينة والسكينة داخل المسجد. حضرتك شفت الحيطان طبعا بالشر، يعني من الشمس الحجرة دي بالشر على الفاضي من غير أي حاجة، من غير أي حد بيلمسها، لو مش حبة هوا جامدة كده تبص لها إيه الحيطان بتشر. والناس دلوقتي فيها آلات، الناس بتيجي تخاف تيجي تصلي في المسجد، لأن الجامع ممكن يقع في أي وقت، الناس والله بتخاف تصلي في المسجد، لأن المسجد يقع عليها، يعني من فترة الناس بتيجي تصلي والمسجد بيقع عليها. وكان لجوء الأهالي ورواد المسجد هنا لأهل الخير معناه إنهم استنفذوا كل الطرق، ولم يعد أمامهم إلا أن يطرقوا أبواب أهل الخير وأهل الفضل، بعشم كبير إنهم مش هيتأخروا عن إعادة إعمار المسجد. عايزين نظرة لهذا الجامع والبلد فقرانة، يعني البلد تعبان بقى تعبان، يعني لو قلت الواحد يدفع جنيه طب هيفطر ولا يتبرع للجامع؟ مش معقول الكلام ده. الناس دي بتشتغل بإيديها، ما عندهاش مانع إنها تساعد بمجهودها، لكن الماديات ما حدش يقدر عليها لأن التكلفة طبعا عالية. الناس هنا كل مطالبها إعادة إعمار وبناء المسجد علشان يعرفوا يؤدوا فريضة الصلاة
بأمن وخشوع وطمأنينة. فاحنا بنطالب بس أهل الخير إن هم يبنوا لنا المسجد، يعني دي حاجة واحدة. احنا ما بنقولش عايزين حاجة لينا ولا بنطلب كشباب عايزين أي حاجة من أي حد، لا احنا عايزين مسجد، احنا عايزين مسجد. احنا عاوزين مسجد حلو هنا كده يتعمل لنا نصلي فيه، عشان احنا ناس هنا يعني ايه أرياف على قد، يعملوا لنا الجامع ده حلو ونصلي فيه. عاوزين نحفظ القرآن، أهلها ما بيرضاش، يقولوا لنا لا الجامع يقع عليكم حاجة تقع عليكم تعوركم. الأبناء هيطلعوا خلاص خايف من المسجد، مش رايح المسجد. يبقى احنا طلعنا جيل كامل بعيد عن ربنا بإيه؟ بإن احنا ما تبرعناش بشيء من منه، ما ساهمناش في بناء هذا المسجد. وده كان سبب مجيء حملة بناء المساجد في مؤسسة نبض الحياة، علشان توصل رسالة عاجلة من الأهالي وتجدد الدعوة لأهل الخير بالمشاركة والتبرع. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا عبر بالبنيان؟ لأنه متشابك، لأن البنيان متشابك، فعلينا أن نكون متعاونين في بناء هذا البيت. عايز أقول حاجة للسادة المشاهدين، المساجد بالنسبة لنا مش جزء كبير جدا في حياتنا، هي حياتنا. الصلاة عماد الدين ده أولا، لكن لما حد بيموت صلى على الجنازة فين؟ لما أب بيفرح بابنه وبنته كتب كتابهم، بنكتب كتابهم فين؟ المساجد جزء كبير، هي حياتنا، هي اللي بنمارس فيها طقوسنا وأهميتها. كلمني المسجد ده فين؟ نتكلم الأول عن حملة بناء المساجد وليه نبض الحياة مهتمة ببناء المساجد. فتر. زي ما حضرتك قلتي، الصلاة عماد الدين، المسجد عماد المجتمع. صح. المسجد ده في القرى تحديدا الناس بتتقابل هناك 5 مرات في اليوم، لو جاره ما صلاش جنبه بيروح يسأل عليه، لو جاره مريض بيروح يساعده، لو جاره بيجوز بنته بيروح يحضر الفرح. المطلوب. المسجد كل حاجة. المطلوب. المطلوب الناس دي بعتت لنا قالت لنا مسجد عمره 250 سنة. لا لا. المسجد ده مبني بالحجر زي ما حضراتكم شفتوا. ان شاء الله. جه عليه الزلزال سنة 1992 وقع جزء كبير منه، والناس فضلت تستخدمه على هذا الحال. الراجل الطيب الكبير ده بيقول لي لو واحد وقع عليه حتة المسجد هيموت، تفتكر يبقى شهيد؟ قلت له ايوه. قال لي لا انت غلطان، شهيد ازاي واحنا عارفين انه هيموت؟ ما احنا في خطر، المسجد هيقع في اي وقت، هيموت طفل، هيموت كبير، هيموت صغير، يبقى احنا اللي غلطانين، يبقى احنا قتلناه ما ماتش شهيد. ايه المطلوب؟ مسجد محتاجين نهده ونبنيه من الاول وجديد، على مساحه 400 متر، موجود في منيل السلطان، مركز اطفيح، محافظه الجيزه. المسجد هناك بيستغيث بمعنى الكلمه، مسجد وحيد في القريه، ومحتاجين اهل الخير يساعدونا علشان نبني المسجد تاني. انا عاوز بعد الحلقه دي يا استاذ نهال حد يتصل يقول المسجد ده على روح والدي او على روح والدتي، او حتى يقول لي طن الحديده ب 10,000 جنيه ده انا هتبرع بيه، طن الاسمنت ب 700 جنيه ده هتبرع بيه. ان شاء الله هتلاقي ده. بصك في جمهور تفاصيل، بصرف جمهور قناة المحور، بصك ان ربنا بإذن الله هيمتد بينا ويخلينا موجودين، نفضل نعمل خير، و30 دقيقة خير تبقى 40 دقيقة خير، و50 دقيقة خير، بإذن الله ربنا ما بيردش إيد أبدا، قررت تساعد. في نهاية فقرتي برحب بأستاذ إسلام الأمين مدير مؤسسة نبض الحياة. هسيبكم، وقبل ما أطلع الفاصل هروح لمشاكلنا العادية بقى، شكلك اللي تخصك وتخصيني، تخص ابني وبنتي. السمنة اللي عندها فرح قرب، واللي عندها بنت مليانة وعايزاها تخس، والشاب اللي محرج من الكلية وايامه قربت، حياة الشغل واللي بتطلبه. سيبكوا في أروع وأجمل دقايق بتدخل كل بيت فينا، ابقوا معنا.